المرة الأخيرة التي حملت فيها نقوداً ورقية، وهل تعتقدون بأن مصير النقود الورقية في طريقه للانقراض؟ دعونا نرى ماذا أجاب الحضور في القمة العالمية للحكومات. إمتى آخر مرة حملت كاش؟ ما أذكر، ما استخدم الكاش أنا. امبارح. In my pocket, I guess like 2 weeks ago. This morning, I always handle cash. هل تتوقع أن العملات الورقية رح تنقرض قريباً؟ أتوقع أن تنقرض، نعم. أتوقع. They use mostly card. Bitcoin أعتقد شوي صعبة، بس يمكن الترانزاكشن mostly will be by online. No, I don't think so. I think money will still exist because in the world there are so many countries which are not as developed as other countries. So we cannot do without money. أن البعض يرى في استخدام البطاقات أمراً أسهل من استخدام العملات الورقية، إلا أن البعض الآخر فضل استخدام العملات الورقية ويرى في انقراضها أمراً بعيد المنال. من القمة العالمية للحكومات في مدينة دبي، هزار بحبوح، العين الإخبارية.